مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدينا وطبيعي قناه الاهلي في كل مكان. اتنين من نجوم نادي طلائع الجيش، الكابتن رشاد شبل والكابتن عمر شريف الشمري، برحب طبعا بيكم في البدايه. كابتن عمر وكابتن رشاد موفقين في البطوله، اداء رائع بالنسبه لاول يوم بنشوفكم في البطوله. قول لي النهارده المباراه بالنسبه لكم نقدر نقول خدوا جيم مننا، واحنا يمكن بنادي اداء رائع بالنسبه لطلائع الجيش. 3-0 على طول بنشوفها معاكم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا النهارده لعبنا فريق محترم جدا، فريق جي اس يو كيني، وصعد معانا الدور الثمانيه ان شاء الله. واحنا مجموعتنا كانت صعبه جدا، والنهارده اليوم الخامس تعبنا، يعني الايام الخمس ايام كانوا بجد تعب، بس ان شاء الله يعني الحمد لله الدنيا عدت النهارده. ان شاء الله يعني دور الثمانيه نكسب ونوصل للسيمي فاينل، ربنا يسهل ان شاء الله بقيه البطوله. لو بروح للكابتن رشاد وبساله وبكلمه بقول له التعليمات بتبقى ايه؟ انت واحد من نجوم الفريق منتخبنا الوطني كمان، التركيبه المميزه والناشئين والخبره اللي موجوده في الفريق مساعدكوا ازاي يا كابتن رشاد خلال البطوله دي؟ والله الفرق الكينيه ديت كانت هي تاني المجموعه بتاعتنا دلوقتي، وفرق قويه جدا. انت عارف ان الفريق الكيني بيضم عناصر القوى البدنيه والقوى العضليه، بينطوا جامد، بس الحمد لله عرفنا نلم بعضنا في اخر الشوط واخر الماتش، ودي ميزه الفرق كبيرة. ازاي تكسب؟ المهم نكسب، عشان انت عارف كل ماتش اللي بعد كده هيبقى ماتش كاس، لازم تكسب كل ماتش عشان توصل للدور اللي بعده. بس ان شاء الله نركز في الفتره الجايه باذن الله علشان نقدر نوصل للماتش النهائي، ونحاول ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز. نقدر نقول بعد الراحه بتاعت بكره البطوله هتنطلق وهتبدا بجد بالنسبه للمستوى الفني خلال المباراه القادمه كابتن رشاد؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. البطوله بتضم فرق قويه جدا من ليبيا، وفرق قويه جدا من الدوري المصري طبعا، زائد الاهلي طبعا منظم البطوله. ان شاء الله من دور الثمانيه ودور الاربعه هتبقى ماتشات قويه جدا، علشان انت عارف دول شمال افريقيا كلنا حافظين بعض، دي المنافسه بتبقى موجوده ان شاء الله من دور الثمانيه. وانت عارف اللي بيخسر خلاص البطوله بتنتهي بالنسبه له، ماتش مهم، ماتشات مهمه ان شاء الله باذن الله. لو بروح للكابتن عمر وبقول له التعليمات الكابتن وائل العايدي بتشوفها ازاي، بيتكلم معاكم ايه بشكل عام، وانتوا كلعيبه كبار بتتكلموا مع بعض ازاي يا كابتن عمر؟ والله كابتن وائل طبعا كابتن كبير جدا، ويعني وانا ليبرو بستفاد منه كتير في الكلام، وهو دايما يتكلم معانا ويلمنا، ودايما في التايم اوت حتى يتكلم معانا برضو، اللي هو يعني يحاول يشد اللعيبه ويعني ويلم الدنيا. واللعيبه نفسها في لعيبه كبار طبعا زي احمد صلاح، زي محمود رؤوف، زي محمد الحسيني، زي كابتن رشاد طبعا. يعني احنا محظوظين جدا ان احنا بنلعب معاهم في الفرقه دي، انا كلاعب صغير بستفيد كتير منهم الصراحه. تمنياتكم ايه؟ انا عارف ان اكيد تمنياتكم البطوله، وتمنيات النادي الاهلي البطوله، وبنتمنى ان احنا نشوفكم في النهائي الاهلي وطلائع الجيش، واكيد اللي ربنا هيوفقه في المباريات دي هو اللي هيكسب. بتتمنى ايه يا كابتن عمر؟ اتمنى طبعا الفوز بالبطوله ان شاء الله، نهائي مصري بيننا بالاهلي ان شاء الله. كابتن رشاد تمنياتك ايه، وبتقول ايه كمان لكل الناس اللي نظمت البطوله المميزه دي هنا في النادي الاهلي؟ اكيد التنظيم يعني مشرف كالعاده، نادي الاهلي على طول بينظم بطولات ومتعود على البطولات دي، مش حاجه جديده عليه. واحنا ان شاء الله نفوز بالبطوله عشان تكون نهائي مصري، ويكون تستحق ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله. شكرا. شكرا. بنشكر اكيد كل نجوم فريق نادي طلائع الجيش، مباراه كانت اكثر من رائعه هنا في مقر نادي الاهلي بالجزيره وعلى صاله الامير عبد الله الفيصل. في هذه اللحظات كمان يا كابتن هيثم بتنطلق مباراه نادي سموحه والاهلي الليبي، مباراه ايضا غايه في الروعه والقوه، فريقين ان هو يوصلوا لهذه المرحله لابد نكون مباراه قويه كالعاده، نظرا للمباراه التي كانت من قبلها مباراه طلائع الجيش اللي استطاع نادي طلائع الجيش يفوز بها بنتيجه 3-1. مستمرين معاكم كل جمهور النادي الاهلي، مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، تغطيتنا الخاصة هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة لفعاليات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال. عودة ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. جزيرا زميلنا